خساره الريال امام شختار وامام قادش انه تكون مباراه سهله للبارسا، فتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقولوا، ويخسر البارسا 3-1 امام الريال. يا وليد مساء الخير واهلا بيك على شاشه الاهلي. مساء الخير استاذ احمد، ومساء الخير لكل اشقاء في مصر، وابارك للاهلي اولا تاهله الى نهائي دوري ابطال افريقيا. الله يبارك فيك، سلامنا للبنان العزيزه وللشعب اللبناني الشقيق، ونتمنى ان الامور عندكم تكون في يعني في احسن حال يوم بعد يوم ان شاء الله. خليني ابتدي معاك من الكلاسيكو وليد. تابعت اللقاء اللي جمع بين صحيح البارسا وبين الريال، وزي ما قلت انه معظم مشجعي عشاق البارسا كانوا متوقعين ان المواجهه تكون سهله، وخصوصا انه العروض اللي قدمها الريال قبل مواجهه البارسا سواء في دوري الابطال او في الدوري المحلي ما كانتش على المستوى، وتعرض لخسارتين قاسيتين، واحده من شختار وواحده من قادش، ورغم كده قدر الريال ان هو يكسب البارسا بنتيجه 3-1. هل كانت مفاجاه بالنسبه لك، وايه هي اهم اسباب خساره البارسا من وجهه نظرك؟ في البدايه اخ احمد، يعني لابد ان نعترف جميعا ان هذا هو موسم استثنائي لجميع الفرق، طبعا اسبانيا كما بقيه الدول الاوروبيه. انا اشبه الكلاسيكو كان بمثابه كره نار بين زيدان وبين المدرب كومان. طبعا الفريقان يعني كانا يقدمان مستويات ليست بالجيدة هذا الموسم، وخاصة ريال مدريد كما تفضلت بعد خسارته أمام قادش وشختار. ما فعله زين الدين زيدان أنه رمى تلك كرة النار في أحضان كومان. طبعا كانت كل الانتقادات ستكون عنيفة على زين الدين زيدان في حال خسر الكلاسيكو، لكن زين الدين زيدان تمكن من قراءة المباراة بشكل جيد على عكس كومان، على عكس تبديلات رونالد كومان. طبعا أحد أسباب خسارة برشلونة وهي طبعا غير متوقعة بالنسبة للكثيرين أن رونالد كومان اعتمد على لاعبين شباب خلال المباراة مثل فاتي ديمتري، مثل الظهير الأمريكي ديس. هؤلاء اللاعبين كانوا يعني جيدين، لكن لم يستطيعوا أن يحملوا المباراة على أكتافهم. كان برشلونة بحاجة إلى عناصر خبرة، وهو ما فعله زين الدين زيدان عبر إشراك لوكا مودريتش في الشوط الثاني. بالمحصلة أعتقد أن زين الدين زيدان تمكن من أن ينزل عن أكتافه الانتقادات التي تلقاها في الفترة الأخيرة. الكرة الآن باتت يعني بملعب رونالد كومان. طب خليني أسألك على البارسا بشكل محدد وليد، يعني يبدو أنه في حالة من التوتر ما بين كومان وبين العناصر الرئيسية في الفريق، ويبدو كومان بطريقته وأسلوبه وأنه مدرب تصادمي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما أقدرش أنكر أنه طبعا القصه اللي حصلت مع ليونيل ميسي قبل بدايه الموسم واعلانوا عن رغبته في الرحيل، توتر علاقه كوتينيو بشكل عام بالبارسا وذهابه على سبيل الاعاره لاكثر من فريق، جريزمان وحاله عدم الاستقرار ومحاوله البحث عن التالق المفقود واللي كان موجود مع اتلتيكو، عثمان ديمبلي سطر او سطر لا ويعاني من اصابات. هل تعتقد انه احنا امام حاله استثنائيه للبارسا في بدايه الموسم، ولا تتوقع انه يكون موسم سيء بشكل عام للبارسا، وممكن خلينا نقول يكون موسم نهاية جيل؟ من دون أدنى شك هو موسم استثنائي للبارسا. طبعا المشاكل كثيرة بدءا من مجلس الإدارة، مروراً بغرفة الملابس، مروراً بالعلاقة الشخصية بين المدرب واللاعبين وخاصة ليونيل ميسي. أنا هنا فقط بعجالة أقتبس يعني من حضرتك أستاذ أحمد، قبل أشهر قلت في إحدى حلقات هذا البرنامج عارفين أسطورتنا. للأسف رونالد كومان لا يعرف من هي أسطورة برشلونة. طبعا المعاملة التي يعامل بها ليونيل ميسي منذ قدومه، يعني منذ اليوم الأول لقدومه إلى برشلونة، لم تكن تلك المعاملة التي يستحقها ليونيل ميسي. كل هذا تسبب بتوتر كبير بين اللاعبين وداخل غرفة الملابس. وأيضا أعطي مثال، يعني عقب الخسارة أو عقب الهدف الثالث لريال مدريد فيما مع برشلونة، شاهدنا ليونيل ميسي متوترا يناقش الحكم، يأخذ بطاقة صفراء. هذا الأمر لم نتعوده من قبل على ليونيل ميسي. هذا أمر. الأمر الآخر، منذ مجيء رونالد كومان يعني ماذا فعل في المشكلة الأساسية في الفريق وهي الدفاع؟ يعني باستثناء الظهير الأمريكي ديس، لا يزال جيرار بيكي كما هو، لانجلي كما هو، ألبا كما هو. والمصيبة الأكبر أن إدارة برشلونة لا تصغي يعني للجماهير ولا تصغي لليونيل ميسي أيضا. أنا لا أقول أن ليونيل ميسي يجب أن يكون المدرب، لكن على الأقل هو أسطورة الفريق، يجب احترام رأيه.
السؤال الكبير ماذا فعل رونالد كومان في مشكلة الدفاع؟ حتى الآن لا شيء. شاهدنا في مباراة ريال مدريد الأخطاء الفادحة وخاصة في الهدف الأول في التمريرة بين بنزيما وفالفيردي. هناك مشوار صعب. أنا يعني لا أفقد الأمل وأنا من الناس المعجبين برونالد كومان، لكن ما أود قوله أخ أحمد أن برشلونة بالفعل يمر بموسم استثنائي، ربما نرى هذا الموسم أيضا خال من البطولات ونهاية جيل. يعني هذا الكلام صحيح، على جماهير برشلونة يعني أن تصبر، وأعتقد أن المشكلة الأساسية التي لابد من البحث فيها هي إدارة بارتوميو. إذا بقيت هذه الإدارة وفازت في الانتخابات المقبلة، أعتقد أن برشلونة سيحتاج إلى مواسم كثيرة استثنائية. هل تتوقع أن يكون من نتائج ده أن يكون في رحيل مبكر ليونيل ميسي في الانتقالات الشتوية؟ يعني الآن ليونيل ميسي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، لكن مع التطورات التي طرأت على عالم كرة القدم بسبب جائحة كوفيد 19، أعتقد أن من هو هذا النادي القادر مثلا على أن يدفع 100 أو 150 مليون يورو من أجل ليونيل ميسي؟ ربما البعض يقول مانشستر سيتي، ربما البعض يقول باريس سان جيرمان، لكن يعني الأمور تغيرت كثيرا منذ الموسم الماضي على الصعيد الاقتصادي بالنسبة صحيح. لكل الأندية العالمية. من هنا يعني لا أدري إذا كان ليونيل ميسي سنراه في فريق آخر أم لا، وإذا كان في فرصة لانتقال ميسي في أي تي شيرت أو أي نادي تحب أنه يلعب فيه وليد. أنا إذا أردت أن أحب أن يلعب في ميلان، لكن ميلان الآن كوني من مشجعي ميلان لا يملك الإمكانيات الكبيرة المادية، لكن أعتقد أن مانشستر سيتي ربما يكون الأقرب لضم ليونيل ميسي. طب وإحنا بنتكلم على الصفقات، كان في كلام كتير برضو عن انتقال امبابي نجم البي اس جي للريال، على الرغم أنه كمان كنا سمعنا أنه في اهتمام من ليفربول لضم امبابي. أي الأخبار دي تعتقد أنها ممكن تترجم إلى واقع؟ الآن الجميع في البداية وجه انتقادات إلى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو باريز وإلى زين الدين زيدان مدرب الفريق لعدم يعني الإنفاق كثيرا في سوق الانتقالات الأخيرة، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى الأهداف التي يبحث عنها ريال مدريد ومنها مبابي، نجد أن مبابي ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان، أيضا هناك هالاند، هناك الكثير من اللاعبين، بمعنى أن ريال مدريد سيدخل بقوة سوق الانتقالات ابتداء من الموسم المقبل. من وجهة نظري أعتقد أن مبابي قد يكون قريبا جدا من ريال مدريد في ظل الحاجة التهديفية له طبعا. طيب لو رحت معاك للدوري الإنجليزي وليد، والدوري الإنجليزي يمكن يعني واحدة من أكتر الحاجات اللي بتشد الناس ليه هي حجم الإثارة وحجم المنافسة، وإنه كل صحيح. مباراة خارج نطاق أي توقعات، صعب حتى وإن كان متصدر الدوري بيلعب مع الفريق المتزايل الترتيب، من ممكن ان تجد نتيجه معاكسه تماما لكل التوقعات، الاثاره مستمره حتى نهايه الموسم، ما تقدرش تتوقع مين من الفرق ممكن يتوج بالبطوله، هل تتوقع ان نسخه ده ينطبق عليها نفس المعايير؟ هل من الممكن ان احنا نشوف فريق يكون حصان اسود ويفاجئنا بفوز بلقب الدوري الانجليزي؟ طبعا كما تفضلت اخ احمد، يعني من مميزات الدوري الانجليزي انه لا يمكن تحديد البطل قبل وقت، لكن من وجهة نظري تجربة ليستر سيتي التي تحققت قبل سنوات ربما لا تتكرر هذا الموسم لعدة أسباب. طبعا هناك فريق جاهز وهو ليفربول حامل اللقب على الرغم من النكسة الكبيرة التي تلقاها بإصابة فان دايك، لكن لا يزال هو المرشح الأول والأكبر للفوز بالدوري الإنجليزي. طبعا إذا استعرضنا النتائج الحالية التي يحققها إيفرتون، أستون فيلا، ليستر وحتى ليدز يونايتد، ما زلنا في البداية أخ أحمد، الدوري الإنجليزي يحتاج إلى نفس طويل، لكن ما يرجح ترشيحي لليفربول أن بقية المنافسين الكبار كما يقال بين قوسين ليسوا على ما يرام. يعني تخيل مثلا أنت تشيلسي، أرسنال، توتنهام، السيتي واليونايتد من المركز التاسع إلى ما دون ذلك. أضف إلى ذلك أن مانشستر سيتي من وجهة نظري فقد يعني بعض من توهجه. يعني تخيل أخ أحمد أن مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات
كان يتأخر فيها بهدف في الشوط الأول لم يتمكن من تحقيق أي فوز، حقق ثمان تعادلات عفوا ثمان هزائم وتعادلين فقط. مانشستر سيتي فقد التوهج الذي كنا نعرفه، هذا ما سيرجح أعتقد من وجهة نظري كفة ليفربول للحفاظ على هذا اللقب. سريعا جدا، رأيك في اليوفي تحت قيادة بيرلو وتوقعاتك للمواجهة يعني كلاسيكية ما بين برشلونة واليوفنتوس في الشامبيونز ليج؟ طبعا في البداية يعني أود أن أعبر عن سعادتي بعودة ميلان إلى توهجي كما كنا نعرفه من قبل. يوفنتوس هذا الموسم يعاني، طبعا يعاني لشقين، الشق الأول أنه تحت قيادة مدرب جديد وهو بيرلو، على الرغم من السيرة الذاتية الكبيرة لهذا اللاعب العظيم، لكن ربما يعني نشاهد بداية كبداية زين زيدان مع ريال مدريد. بيرلو يحتاج إلى الكثير من الخبرات التدريبية لقيادة فريق بحجم اليوفي. الأمر الآخر أن كريستيانو رونالدو وبعد إصابته بكورونا طبعا، ومنذ حتى أيضا انتقاله إلى اليوفي قبل عامين، لم يحقق الهدف المرجو منه وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا. الآن نحن مقبلون على مواجهة حاسمة كما تفضلت بين اليوفي وبين برشلونة. من وجهة نظري أعتقد أن المباراة تهم برشلونة أكثر من اليوفي. خسارة اليوفي أيضا ستعطيه مجال للتعويض فيما بعد، لكن خسارة برشلونة والتي ستكون الثالثة على التوالي في جميع المسابقات ربما قد تكون مؤلمة ومؤذية لرونالد كومان. توقعاتي الشخصية أعتقد أن برشلونة قد يحسم هذا اللقب، عفوا يحسم الفوز. اللقاء. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز وليد بيساني الصحفي اللبناني المتخصص في الكرة العالمية، بشكرك على التواصل معنا في السادسة، وكان ريفيو سريع كده لآخر أخبار وتطورات الدوريات الأوروبية والتشامبيونز ليج. السادسة مستمرة مع حضراتكم بعد الفاصل.